في فرق كبير جدا جدا بين تويتر والشاشه، بين موبايلك وبين الاستوديو. يعني ما ينفعش تطلع تقول اللي بتقوله اي كلام على تويتر على اساس ان مثلا انت بتكتب لاصحابك مثلا، او تقول اي حاجه انت متضايق منها. كل واحد مسؤول عن اللي بيكتبه مهما كانت الظروف، او حتى الاشاعات اللي بيتم ترويجها. لكن في النهايه ما ينفعش كمان تكون على الشاشه وتقول ويتقال كلام لا يليق. يا جماعه اللي احنا بنسمعه وبنشوفه خلال هذه الفتره حاجه صعبه جدا. يعني مثلا مش عايزين حد يطلع يقول ايه الدوله الفلانيه ولا الدول الفلانيه بيضحك عليهم. ايه الكلام ده يا جماعه؟ اصل الدوري فيه مؤجلات، انت بتضحكوا على الناس. هو الاهلي متاجل له مباريات ليه؟ مره تانية الاهلي متاجل له مباريات ليه؟ طيب فسؤالي بس لحضراتكم، فسؤالي بس لحضراتكم، هو لماذا تم تاجيل مباريات النادي الاهلي للمره المليون، اقول مليون وواحد كمان، معلش انا اسف ان انا هقولها بسرعه. تم تاجيل مباريات النادي الاهلي بناء على اللائحه اللي طالعه من رابطه الانديه ومن اتحاد كره القدم واتفاقهم مع الانديه من خلال لائحه موجوده ارسلت لكل الانديه، ان النادي اللي هيصل لمراحل او ادوار نهائيه هيتم تاجيل المباريات ليه. اهي الانديه التي ترغب في المشاركه في البطولات العربيه الافريقيه عليها الالتزام بالمواعيد المعلنه بالجدول دون طلب ادخال او تعديل على التوقيتات والمواعيد او طلب التاجيل، بحيث تقام المباراه المحليه للنادي على رابع يوم في حاله في حاله اذا كانت المباراه الافريقيه او العربيه خارج مصر، وتقام المباراه المحليه على ثالث يوم في حاله اقامه المباريات الافريقيه او العربيه داخل مصر. هذه اللائحه او هذا البند اللي في اللائحه كل الانديه في مصر وافقت عليه، عشان كده بيتم تاجيل مباريات النادي الاهلي. انا بس حبيت اتكلم في هذا الامر بسرعه جدا. البند الثاني موجود، معلش عشان ده مهم برضه، اللي هو اسبوع فرق في المباريات النهائيه. طيب اهو اسلام اللي بيقول يا فندم، والله ما اسلام اللي بيقول، والله العظيم ثلاثه ما احنا اللي بنقول. الماده 109 من لائحه الدوري اللي تم ارسالها للانديه قبل بدايه الموسم وردت عليها الانديه اهو، في حاله وصول اي من الانديه المصريه المشاركه في الكونفدراليه ورابطه الابطال الافريقيه الى دور الثمانيه سيتم تاجيل اي مباراه محليه تقام ما بين مباراتي الذهاب والاياب، وكذلك في مباراتي الدور قبل النهائي والنهائي. خلاص؟ ما قالش في حاله وصول النادي الاهلي الى نهائي دوري الابطال، هو قال في حاله وصول اي من الانديه. فلو اي نادي اخر غير النادي الاهلي كان وصل للمباراه النهائيه كان سيتم تاجيل مبارياته بناء على اللائحه. انا بس حبيت اقفل هذا الامر مره تانية علشان محدش يقعد يتكلم فيه.